الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اليوم دماء الشهداء جميعا هي من توحد الجميع وتقول للجميع أن الدم يوحدنا جميعا وكلنا في خندق واحد. والحقيقة أن هذا هو الوضع الطبيعي لأي شعب يرزح تحت الاحتلال، أن يكون عنده شهداء وأن يكون عنده جرحى وأن يكون عنده أسرى. لا يمكن دائما أن يكون الوضع في ظل احتلال وضع طبيعي بدون أسرى، بدون جرحى، بدون معاناة، بدون آلام، فهذا هو الوضع الطبيعي ونحن نتلقى ذلك بملء القبول والرضا ونرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره. رسالتنا اليوم للجميع أننا موحدون في الميدان ونريد هذه الوحدة أن تكون كما كان الشهداء موحدون في الدماء وأثبتوا هذه الوحدة عندما اختلطت دماؤهم مع بعضهم البعض. فلا بد أن تتعانق قلوبنا جميعا وأن نكون جميعا يدا واحدة وعلى قلب رجل واحد ونحفظ عهدة الشهداء ونسير خلف رجال المقاومة الذين أعزونا جميعا ووحدوا الشعب الفلسطيني. فهذه هي الطريق التي وحدتنا ولا بد أن نسير جميعا في إطار هذا الطريق وهذا المبدأ. الله أكبر. والجهاد سبيلنا، والجهاد سبيلنا، والموت في سبيل الله أكبر أمامنا، والمحمد رسول الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله وهناك العديد من الفدائيين سيبقون لك بالمقابل.